حاجة النظام الإيراني إلى إثارة الحرب في المنطقة. يحتاج الملالي إلى إشعال الحرب في المنطقة لمنع الإطاحة بهم. لقد قال خامنئي مرارا وتكرارا إنه إذا لم نقاتل في العراق وسوريا ولبنان وغزة فيجب علينا القتال في مدن إيران. دعونا نتخيل لو لم يكن هذا الطغيان الديني الوحشي حاكما في إيران، في هذه الحالة لكان من الممكن أن يكون الوضع في العراق مختلفا، ولم تكن سوريا واليمن غارقتين في الحرب، ولم يكن لبنان يعاني من معاناة طويلة، ولميكن هناك الكثير من معوقات للسلام في المنطقة.